أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بالعناوين. بعد أقل من ساعة على إعلانها، أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة إنسانية جديدة. حوار أممي حول ليبيا ينطلق اليوم، والوفاق تنتهك اتفاق جنيف وترفض مغادرة القوات التركية. حزب المؤتمر السوداني والاتحاد يؤيدان التطبيع مع إسرائيل ويشيدان برفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لليوم الثالث، العالم يحطم الرقم القياسي بإصابات كورونا اليومية ويقترب من نصف مليون إصابة جديدة. بعد أقل من ساعة على إعلان هدنة إنسانية في إقليم كرباخ، اتهمت أذربيجان أرمينيا بانتهاك جسيم لوقف إطلاق النار الجديد، فيما نفت أرمينيا هذه الاتهامات. هذه الهدنة هي ثالثة من نوعها التي يتم التوصل لها بعد هدنة روسية وأخرى فرنسية لم يلتزم بها الطرفان بشكل كامل. ومنذ أسابيع تحاول عدة أطراف دولية إرساء هدنة في النزاع الذي أوقعت معاركه الأخيرة نحو 5000 قتيل. وانضم إلينا من يريفان موفد العربية غسان أبولوس. صباح الخير غسان. بداية، لو تطلعنا على تفاصيل هذه الاتهامات المتبادلة وحجم الخروقات المسجلة. نعم إبراهيم، الواضح أن كلام الليل يمحوه النهار، وأن ما يتحدث عنه الساسة عن وقف إطلاق نار تسكته أصوات المدافع. يعني هدنة ولدت موؤودة منذ الدقائق الأولى من إعلان هذه الهدنة ودخولها حيز التنفيذ في الساعة 8 صباحا بدأت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. أذربيجان اتهمت أرمينيا بأنها خرقت هذه الهدنة، لكن أرمينيا سارعت إلى النفي وقالت إنها ملتزمة بهذا قرار وقف إطلاق النار وأنها تحافظ عليه. ورغم كل هذه الاستفزازات من الجانب الأذربيجاني، إلا أنها ما زالت تواصل على المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا كان هناك خرقان بالنسبة للجانب الأذربيجاني إلى الأراضي الأرمينية، تحديدا في إقليم كرباخ. الأول كان في الساعة 8:45 كانت في الجهة الشمال شرق إقليم كرباخ، والثاني كان في الساعة 9:10 صباحا، أيضا خرق آخر في الجهة الجنوبية أيضا من القبل الجيش الأذربيجاني. وأيضا وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت قبل نصف ساعة من الآن بأن الطيران الحربي الأذربيجاني شن غارات على مدينة مارتوني واستهدف مواقع مدنية وليست عسكرية. إذن ما زالت الاتهامات متواصلة، وما زالت الاتهامات يعني من الجانب الأرميني للجانب الأذربيجاني بخرق هذه الهدنة متواصلة. أيضا الجانب الأذربيجاني ما زال يتهم الجانب الأرميني بخرق هذه الهدنة. أنت تابعت مجريات الهدن السابقة غسان، هل السيناريو الذي نتابعه الآن يشبه السيناريوهات التي سبقت في الهدنة الأولى والثانية والأمر مشابه لذلك، أم أن هناك اختلاف؟ هل ما زالت الهدنة صامدة؟ لا، يعني ما يجري اليوم يشبه تماما الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في 17 أكتوبر، وأيضا الهدنة الأولى في 10 من الشهر الجاري. لا يختلف كثيرا عن ما جرى في تلك الهدنتين السابقتين إبراهيم. لكن أرمينيا بالنسبة للجانب الأرميني إبراهيم تسعى جاهدة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وهي حريصة على ذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على الأرض. وهناك اعتراف من الجانب الأرميني بأن الوضع صعب ميدانيا وعسكريا في إقليم كرباخ، وهناك تمدد للجانب الأذربيجاني داخل إقليم كرباخ، وهناك يعني مواقع عديدة تم احتلالها تحديدا في إحدى الجبهات في إقليم كرباخ. وبالتالي الجانب الأرميني هو حريص على تثبيت هذه الهدنة الإنسانية لتبادل الأسرى وتبادل الجثث، ومن ثم ربما يكون هناك نافذة للدخول إلى طاولة الحوار والمفاوضات. طيب، حسب معلوماتك غسان، هذه المبادرة أو الهدنة برعاية أمريكية، هل تضمنت أي آلية لمراقبة الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة؟ وهل هناك أي جهود لاحتواء هذا الأمر والعودة لها؟ هو ما يعني تحث عليه أرمينيا وتطالب بنظام آلية للتحقق من
الخروقات التي تقع في هذه الهدنة وما سبقها، وهي تطالب أن يكون هناك تحقيق في من يقوم بخرق هذه الهدنة. وبالتالي أرمينيا تدعو إلى هذا الشيء وتطالب به وتحث عليه مرارا وتكرارا. قبل قليل أيضا كان هناك تصريحات من السلطات الأرمينية تؤكد بأنها بحاجة لنظام آلية لتحقق من خروقات وقف إطلاق النار، وأيضا تؤكد، ما زالت تؤكد حتى هذه الساعة إبراهيم، بأنها تحافظ على وقف إطلاق النار، لكنها تدعو الجانب الآخر إلى احترام وقف إطلاق النار، وتتهم في نفس الوقت الجانب الآخر بمواصلة خرق هذه الهدنة واستهداف مواقع مدنية وليست عسكرية، تحديدا في مدينة مرتوني التي تعرضت للقصف من الطيران الحربي، وهي تؤكد بأنها ملتزمة بهذه الهدنة، لكن دائما ترمي الاتهامات باتجاه أذربيجان بأنها هي من تقوم بخرق هذه الهدنة. نعم إبراهيم، أنا أشكر غسان أبو لوز موفد العربية، كنت معنا مباشرة من يريفان. ومنذ اندلاع الاشتباكات الأخيرة تبذل جهود دولية لإرساء هدنة إنسانية في النزاع الذي أوقعت معاركه الأخيرة في الأسابيع الماضية نحو 5000 قتيل. وتم التوصل سابقا إلى هدنة بوساطة فرنسية وأخرى بوساطة روسية، لكنهما لم تصمدا. وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعا حادا حول إقليم كرباخ منذ تسعينيات القرن الماضي في حرب أوقعت 30,000 قتيل. وتبادل البلدان الاتهامات باستهداف المدنيين منذ 27 من سبتمبر، حيث بدأ التصعيد الأخير في المنطقة. وجاء إعلان الهدنة الأخيرة غداة لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظيره الأذربيجاني بايراموف، والأرميني زهراب منتسكنيان، بالإضافة إلى ممثل فرنسا وروسيا في مجموعة مينسك، وهي المجموعة المكلفة منذ العام 1992 التوسط في ملف ناغورنو كاراباخ. ومن المتوقع أن يلتقي مجددا كل الأطراف في فيينا في 29 من أكتوبر لبحث كل الخطوات اللازمة من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع. تركيا تواجه اتهامات من الغرب والشرق بمحاولة إطالة أمد الصراعات في المنطقة من ليبيا إلى أذربيجان، وذلك عبر دعم طرف على حساب الآخر والتدخل المباشر أحيانا، كل ذلك عن طريق إرسال مقاتلين مأجورين يخضعون لمطامع أنقرة التوسعية. من ليبيا غربا إلى أذربيجان شرقا تحاول تركيا التمدد، دعم عسكري، إذكاء للصراعات عبر جيش من المرتزقة تنقله هنا وهناك ليخدم أجنداتها التوسعية حسب مراقبين. دعمت أنقرة حكومة الوفاق في طرابلس عسكرياً بالعناصر والمعدات، واليوم تنقل ما أثقلت به كاهل الدولة الليبية لاستغلاله في نزاع إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان. مبروك لليبيا. الاتهامات تنهال على تركيا من كل الجهات، فلم يمضي يوم واحد على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا، حتى بادر أردوغان بوصفه بالضعيف، واستمرت أنقرة مواصلة التدريبات العسكرية لقوات الوفاق. ولعل ما جاء في أول تصريح مضاد لهذا الاتفاق جاء من أردوغان شخصيا. أردوغان بشكل مباشر صرح يقلل من أهمية هذا الاتفاق. جيش المرتزقة المتنقل بين ليبيا وأذربيجان لم يخفي عناصرهم امتعاضهم من استغلالهم فيما لا حول لهم به ولا قوة. يا صاحبيتي ما عم أحسن أرجع إلا بدي أرجع من طريق تركيا، وتركيا ما بتخلي حدا يفوت. إيش بدي أسوي؟ أحسن ما تنبارك هون، لا بروح بقاتل بليبيا وباخذ 2000 دولار. في المقابل اتهم وزير الخارجية الأرميني تركيا بالتورط مباشرة في نزاع كاراباخ عبر الدعم التقني العسكري والمرتزقة، وهي الاتهامات التي رفضتها أذربيجان مرارا، اتهامات أكدتها النيابة العامة الأرمينية قائلة إنها تمتلك أدلة دامغة تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في كاراباخ. المرصد السوري أفاد من جهته بأن عدد العناصر السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في كاراباخ بلغ حتى الآن 2050 عنصراً، قتل منهم حوالي 170 مقاتلاً.
إذن في العاجل التحالف يعترض ويدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية. نتابع النشرة بالملف الليبي، حيث قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين نمروش إن اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا مستمرة وإن اتفاق جنيف لا يشملها. وزير دفاع الوفاق أكد كذلك استمرار برامج التدريب الحالية والمستقبلية كما هي مع الجانب التركي دون تغيير. وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت السبت عن استمرار لتدريبات عناصر الكتائب التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس في مخالفة صريحة للفقرة الثانية من اتفاق جنيف التي تنص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي. قبل ذلك أكدت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة أن مجلس الأمن سيفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل وقف إطلاق النار في ليبيا. يأتي هذا بينما تنطلق اليوم أولى جولات الحوار السياسي الليبي عن بعد بهدف إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وترتيبات الانتخابات. وقالت الأمم المتحدة أنها اختارت المشاركين في الحوار بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، ودعت البعثة الأممية المشاركين في الملتقى إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكل بناء وبحسن نية في المحادثات. والمتابع انضم إلينا من القاهرة الصحفي المتخصص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتا. أهلا بك أستاذ عبد الستار. بداية، هل بالفعل اتفاق جنيف لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا حسب ما يقول وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية؟ لا، يفترض أن يشملها، ويفترض أن تتوقف تركيا عن أي أعمال تدريب إذا ما كانت تريد أن تجنح إلى السلام. للأسف الشديد، تركيا ووزير الدفاع التابع لحكومة الوفاق في المجلس الرئاسي الليبي وكل هذا اللوبي يتلاعب ويلف ويدور، ويعني يصيب الليبيين ويصيب حتى بعض دول الجوار والمجتمع الدولي أو أطراف المجتمع الدولي بالخيبة يعني نوع من الإحباط. يعني ماذا تريد تركيا؟ إذا كانت الأمم المتحدة والحوار 5+5 والعسكريين من الشرق والغرب الليبي توافقوا على وقف أعمال التدريب العسكري سواء التي يعني بشكل عام، يعني كان ينبغي على تركيا أن تخضع لهذا، وإلا من أين يتحدث؟ يعني على أي أساس يستند وزير الدفاع في حكومة الوفاق؟ ما هذا هو السؤال، يعني إذا كان الأمر كذلك وإذا كانت هذه الاتفاقية مشمولة، لماذا لم نستمع إلى تعليق أممي حول هذه النقطة تحديدا؟ لم يكن هناك أي رد فعل. المشكلة أن الأطراف الدولية، البعثة الأممية، لديهم إشكاليات تتعلق بالدول المساندة لبعض الأطراف ولدول عضو في حلف الناتو كتركيا. يعني لديها تحفظات، يعني لا تستطيع أن تعمل بشكل تلقائي وبشكل سريع، هي تحتاج إلى الرجوع يبدو إلى حسابات معينة، لأن تركيا نلاحظ أنها لا تذكر كثيرا في الأدبيات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف الليبي. تركيا لديها عسكريين ولديها قواعد ولديها مدربين ولديها آلاف المرتزقة، كل هذه الأمور لا أحد يتحدث عنها من الأطراف الدولية إلا عن بعد أو بشكل غير مباشر، بينما تركيا تقوم بكل ما تريد وتحاول أن يعني تفسد المحاولات الليبيين للتوصل إلى حوار وتوعز لي. لكن ربما هذا الإعلان، نعم، البعض يعني يعتقد بأنه محاولة لإجهاض الاتفاق الذي لا يصب في مصلحة تركيا. والسؤال هو موقف المؤسسة العسكرية بعد هذا الإعلان الذي يعلن بصراحة بقاء القوات التركية في ليبيا على عكس ما نص عليه اتفاق جنيف، وتداعيات هذا الأمر على الحوار الأممي الذي سينطلق اليوم. طبعا الجيش الوطني الليبي لديه حساباته الخاصة وهو يراقب الأوضاع ولديه الاستعدادات للتعامل مع أي تداعيات أو مع أي مواقف، وهو يعطي فسحة حقيقة للأطراف الدولية والأطراف الصديقة من أجل السير أو قطع أطول مقدار أو أطول مسافة من الشوط لمحاولة إثبات حسن النوايا. الجيش يجنح إلى السلام
وإلى التهدئة وإلى الحوار، بينما الأطراف الأخرى يبدو أنها تجنح إلى الحرب وإلى الفوضى وإلى مواصلة الاقتتال في الداخل الليبي. يشار إلى أن البعثة الأممية نفسها يبدو أنها في عجلة من أمرها، ولهذا هي يبدو أنها ستبدأ في ارتكاب بعض المؤاخذات، وأن هناك كثير من الأطراف الليبية ربما ستوجه إلى البعثة الأممية انتقادات شديدة، خاصة بعد اختيار شخصيات عليها علامات استفهام في المؤتمر. دعني فقط أسألك عن خبر عاجل أوردناه قبل قليل، المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن إنهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ. ربما هناك اهتمام في موضوع النفط أكثر من أي قضية أخرى في ليبيا، هذا يثير الكثير من علامات الاستفهام. طبعا، لأن هذا مصدر الأموال. يعني تركيا يعني لديها ديون، لا هي تقول لديها ديون كبيرة على حكومة الوفاق المجلس الرئاسي، حتى هناك عمليات تبادل أموال داخل بعض المؤسسات الليبية لصالح الأتراك. بعض المؤسسات لا ينبغي عليها أبدا أن تقرض أو أن تحيل مليارات الدولارات إلى خزينة دولة أجنبية، وفعلت هذا أيام إغلاق النفط على أمل أنه بعد أن يتم تدفق النفط ودخول الأموال إلى المصرف المركزي يتم وضع الأموال في مكانها. يعني أذكر بالتحديد الشركة القابضة الليبية للاتصالات، ومعظم أموالها موجودة في مالطا كما يعلم الليبيون. هذه أمور تحتاج إلى أن يكون التركيز على النفط. النفط تحتاجه حكومة الوفاق في الغرب، وتحتاجه أيضا القيادات السياسية والعسكرية في الشرق، وتحتاجه تركيا، وتحتاجه وهو الأمر الأهم في رأيي كثير من الشركات الغربية خاصة الأمريكية التي تعول على النفط الليبي وتدخله في معادلات سياسية تتعلق به. وربما ما طرحته أستاذ عبد الستار يتسق مع خبر سنورده في سياق هذه النشرة، يتعلق بتراجع سعر صرف العملة التركية بنحو 25% منذ بداية هذا العام. إذن يبدو أن كل الأمور مرتبطة ببعض. شكرا على كل ما تفضلت به، ضيفنا من القاهرة الصحفي المتخصص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتها. أشاد حزب المؤتمر السوداني والحزب الاتحادي الديمقراطي بالتقدم الذي تسجل حكومة السودان الانتقالية في ملف العلاقات الخارجية، واعتبر حزب المؤتمر خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب انتصارا حقيقيا. وفي بيان له رحب الحزب ببداية الاتصالات مع إسرائيل وإنهاء حالة العداء معها، مبينا أنه مبني على قاعدة المصالحة الوطنية، كما أكد على أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يقوم على قاعدة التأمين الكامل على تنفيذ مقررات الأمم المتحدة وحفظ كافة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. بدوره أكد الحزب الاتحاد الديمقراطي أنه بهذا الاتفاق يمكن أن يلعب السودان دورا كبيرا في استكمال عملية السلام والتعايش بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي. أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى قرار ينهي حالة العداء بين الطرفين، وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض وإبرام اتفاقات تطلق التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران والهجرة. وتطرق البيان إلى اتفاق السودان وإسرائيل على العمل المشترك لدعم قضية السلام في المنطقة. وفي مقابلة مع العربية قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن ياسر العطا إن ربط الاتفاق مع إسرائيل برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لا يضر الخرطوم في شيء، مضيفا أن السودان لا يحتاج لمساعدات وإنما لدخول في شراكات اقتصادية كبيرة. التطبيع شئنا أم أبينا هو مربوط تماما بمسألة إزالة اسم السودان من القائمة السوداء. اضطررنا إلى ذلك ولا يضيرنا شيئا. نحن الشعب السوداني قاتلنا مع إخوتنا العرب في كافة الحروب منذ سنة 48 من أجل استرداد الحق العربي. نحن يقيننا تماما الآن الدول العربية الأمة العربية ليس هي الآن في حالة حرب مع دولة إسرائيل إطلاقا، فليس هنالك ما يضيرنا أن تكون بيننا وبينهم اتفاقيات في المجالات المختلفة.
في الكويت فتح الباب لاستلام طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة من اليوم حتى 4 نوفمبر القادم، حيث ستقام الانتخابات في 5 ديسمبر. وتجري هذه الخطوة وسط إجراءات احترازية مكثفة من وزارة الداخلية بالتعاون مع السلطات الصحية، خاصة مع السماح للمصابين بفيروس كورونا بالحضور للتسجيل في الترشح. وتنضم إلينا من الكويت مراسلة العربية شاهد المتروك. صباح الخير شاهد، بداية هل بدأت بالفعل عمليات استقبال طلبات المرشحين للانتخابات؟ نعم صباح الخير بدر، نحن الآن متواجدون من أمام مقر التسجيل للترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2020. طبعا فتح باب التسجيل منذ الساعة 7:30 صباحا وسيستمر لغاية الساعة 1:30 ظهرا، وسيستمر أصلا عملية التسجيل لمدة 10 أيام لغاية 4 نوفمبر. طبعا جميع المواطنين لهم الحق بالتسجيل للترشيح لانتخابات مجلس الأمة بشرط أن يكون يحمل الجنسية الكويتية، عمره لا يقل عن 30 عام، ولا يعني يوجد عليه أي سابقة أو أي شكاوى جنائية. طبعا هذا العام مختلف، يعني تسجيل المواطنين مختلف لهذا العام، خصوصا مع يعني السماح للمصابين بفيروس كورونا التسجيل للترشح لانتخابات مجلس الأمة، لكن وسط إجراءات احترازية صحية. لو تطلعين على المعايير والاشتراطات الصحية لتقديم هؤلاء الأشخاص سواء كانوا مصابين أو محجورين لطلبات ترشحهم. صحيح إبراهيم، الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يمكنهم أولا التسجيل عبر تطبيق شلونك الخاص بوزارة الصحة بأنهم يرغبون في التسجيل للترشح لانتخابات المجلس، ومن ثم يعني بعد الحضور ستكون يعني يكون استقبالهم في هذه البوابة بانتظارهم طبعا رجال الداخلية وأيضا فريق من وزارة الصحة، يقومون بقياس درجة الحرارة، يتأكدون من وجود اسمه في الكشف الخاص بوزارة الصحة بأنه أحد المصابين بفيروس كورونا أو حتى الأشخاص الذي ينطبق عليهم الحجر الصحي أو المنزلي، ومن ثم يتم استقبالهم في قسم خاص للمصابين، يتم تسجيل أسماءهم، خصوص يعني مطلوب حضورهم لأنهم من يجب عليهم التوقيع على الأوراق الخاصة بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وبعد الانتهاء من التوقيع ستأخذ أوراقهم توضع في ملفات ومن ثم تحول إلى الجهات المختصة. شاهد، يبدو أن وسائل الإعلام أيضا شملتها هذه الإجراءات الصحية الاحترازية ولم يسمح لكم بالدخول لمتابعة عملية التسجيل، لو تطلعين على متابعة وسائل الإعلام لليوم الأول من قبول ترشيحات المتقدمين لمجلس عضوية مجلس الأمة. صحيح، يعني كانت وسائل الإعلام موجودة منذ الصباح الباكر، يعني منذ الساعة 7:30 منذ فتح باب الترشح للانتخابات، لكن لم يسمح لنا بالدخول إلى القاعات يعني رؤية سير عملية التسجيل للترشح. يعني هذه كلها كانت تعليمات من وزارة الصحة، منعت الإعلاميين ووسائل الإعلام من الدخول للحد من التجمعات داخل مركز التسجيل، هذا كان الشرط الأول يعني، لكن في الخارج يسمح لنا بإجراء مقابلات يعني، لكن كل واحد منفرد أو مع الحفاظ يعني شخص على واحد يحمل المايكات الأخرى لوسائل الإعلام ومقابلة. سؤال أخير، مع الحفاظ على التباعد، أيضا رجال الداخلية هنا موجودين للحفاظ على مسافة التباعد، يعني مستمرين بإعطاء التعليمات الصحية. جيد، سؤال أخير، إنه هذه الانتخابات تختلف ربما عن سابقاتها حتى فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، لو تطلعينها بعجالة على أبرز التعليمات والقوانين التي تم فرضها في هذه الانتخابات. صحيح، يعني إبراهيم إذا ذكرت لك في وقت سابق مجلس الوزراء قال أن نحن إلى الآن في المرحلة الرابعة، لم ننتقل إلى المرحلة الخامسة وهي الأخيرة، والمرحلة الخامسة تشمل التجمعات، لذلك لم ننتقل إلى المرحلة الخامسة حتى الآن، والتجمعات ممنوعة، لذلك الانتخابات أو المجالس الانتخابية ممنوعة إلى إشعار آخر من قبل وزارة الصحة، هذه تعليمات وزارة الصحة، يمنع التجمعات
التجمعات، يمنع إقامة الدواوين حتى أو للحد من التجمعات، لكن يمكن للمرشحين بعرض برامجهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما يعني لمسناه من المرشحين الذين أتوا اليوم للتسجيل للترشيح. شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة شاهد المتروك، مراسلة العربية كنت معنا مباشرة من الكويت. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن حصيلة الجرحى والمصابين جراء احتجاجات الأمس في بغداد، حيث أفاد اللواء يحيى رسول بإصابة ضابطين جراء انفجار قنبلة يدوية وسط ساحة الاحتجاجات. وأشار رسول إلى إصابة أكثر من 30 عنصرا أمنيا جراء الاشتباكات المحدودة مع المحتجين، بينما أفادت مصادر طبية بتعرض أكثر من 40 متظاهرا لإصابات بسيطة واختناقات. وكان قائد قوات حفظ القانون اللواء جواد الدراجي طالب قواته بالتحلي بالصبر أثناء تأمين التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، كما دعاهم إلى حماية المتظاهرين والحفاظ على العراق. اللي يحتدي عليك ما يحتاج تاخذ أمر بعد فيه، هو احتدى عليك شديد ما عطي أمر، يعني تاخذ أمر، أكو قواعد اشتباك سمح بيها القانون يوجزكم بيها الأمر مالكم هسه ورا ما نطلع، يقولك تصرف هذا أنتم خط أول هذا، يعني انتم الخط الاول يحفظ القانون. ان شاء الله انتم بيوتكم وجوهكم بيضة وتبيضون وجوهكم ان شاء الله سيدي. هذا اللي نسويه هسه هو اللي حق هسه ما عنده شيء، ولكن نتحسن ونتوجس. واضح؟ نعم سيدي. هذا مكانك، امورك اللوجستيه نوفر لك اياها، نريدك تدربناك هاي الفتره كلها والقعدنا وياك واللي سامحناك في بعض الهفوات ونقول لك بارك الله بك، كون تترجمها من اليوم صعودا الى ان تنجي لهذه الغمه عن هذا اليوم. واضح؟ نعم سيدي. الخامس والعشرون من تشرين 2020، مشهد التظاهرات يتكرر لكن باختلافات جوهرية تمثلت في التعاطي الحكومي مع المتظاهرين، فلا قناصة ولا رصاص حي يخترق أجساد المتظاهرين ويهشم جماجمهم، لكن بقيت مطالب المتظاهرين هي ذاتها رغم مرور عام عليها. كل القطعات الأمنية اللي موجودة بالأطواق الثلاثة والفلاتر وكذلك على البنايات، كل القطعات لا تحمل أي سلاح ناري أبداً، وهذا بتوجيه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، وتحمل فقط قوات حفظ القانون الهروات والتجهيزات الخاصة بمكافحة أو كيفية التعامل مع المتظاهرين، وهذا ضمن القانون الدولي هو موجود ويحق لنا أن نتعامل بهذا الشكل. عام على انطلاق حركة تشرين الاحتجاجية، توزعت آراء المتظاهرين بين مقتنع بخطوات حكومة الكاظم الإصلاحية ومطالب بالمزيد، وآخرين يرفضون انتظار نتائج الانتخابات المقبلة لتحقيق مطالب الحراك التي تتمثل بمحاسبة قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة. يعني أعتقد حكومة الكاظم ليس لديها أي خيار إلا احتواء التظاهرات وعدم التصعيد بأي مواجهة مسلحة، لأنها سوف تخسر الشارع أكثر مما هو لحد الآن غير مقتنع بإنجازاتها، وهذا ما تريده القوة أو السياسية الخاصمة للسيد الكاظمي حتى تؤكد على أن لا فرق بين الكاظمي أو عادل عبد المهدي. الاحتجاجات مستمرة في بغداد والمحافظات على الرغم من تأكيد حكومة الكاظمي أنها لا تملك عصا سحرية لإحداث تغيير سياسي واقتصادي جذري، فالخرق يتسع على الراقع وعليه لابد من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لتغيير الطبقة السياسية الفاسدة التي يطالب المتظاهرون بمحاسبتها وتغييرها. سامر الكبيسي، العربية، بغداد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وخلال الأيام الماضية اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من المسيرات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أهداف مدنية جنوب السعودية. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جميع المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان صافر قد فشلت.
ونشر الوزير اليمني صورة حديثة للأقمار الصناعية تكشف مستوى المخاطر التي قد تؤدي إلى انفجار أو تسرب أو غرق الخزان، والتي قد تتسبب بنتائج كارثية بيئية واقتصادية مروعة على حد وصفه. تداولت وسائل إعلام إيرانية معارضة مقطعا مصورا قالت إنه لمقتل شاب إيراني آخر خلال يومين على يد عناصر من الشرطة الإيرانية التي أطلقت الرصاص عليه، مشيرة إلى أن عائلة الضحية المدعو محسن من باشي تقدمت بشكوى للمحكمة ضد أفراد الشرطة متهمة إياهم بالقتل العمد لابنهم. تراجعت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، وجاء التراجع بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي رغم توقعات كانت لزيادة كبيرة. بذلك تكون قد فقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن جائحة كورونا هي أكبر أزمة تواجه العالم في هذا العصر. غوتيريش افتتح جلسة قمة الصحة العالمية عبر الإنترنت بدعوة إلى التضامن العالمي في مواجهة الأزمة العالمية، مطالبا الدول المتقدمة بدعم النظم الصحية في البلدان التي تعاني من نقص الموارد. ووسط مخاوف أوروبية من ساعة الإغلاق، زعماء دول القارة يناشدون المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد أن حطم العالم الرقم القياسي لليوم الثالث على التوالي، وأصبح قاب قوسين من عتبة 500,000 إصابة يومية، نصفها تقريبا في أوروبا. في ألمانيا عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز 11,000. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توسلت مواطنيها تحاشي التواصل وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة. أما فرنسا فارتفعت فيها الإصابات اليومية فوق 52,000 حالة، فيما أنذر رئيس الوزراء الفرنسية جون كاستكس بتداعيات صحية أليمة في الأيام المقبلة أمام الانتشار السريع للوباء. وانضم إلينا من باريس مراسل العربية حسين قنيبر. أهلا بك حسين، بداية لو تحدث لنا الإحصاءات حول أعداد الإصابات والوفيات في فرنسا. نعم إبراهيم، في الواقع عدد الإصابات اليومية يقفز باستمرار. مساء أمس أعلن عن أنه تجاوز عتبة 52,000، هو تحديدا 52,010 مصابين، كما أن عدد الوفيات هو 116. لكن الأخطر من كل ذلك هو أن نسبة مرضى كورونا في أقسام الإنعاش من بين المرضى عموما ارتفعت إلى 40% على مستوى فرنسا عموما، لكنها في باريس ومنطقتها ارتفعت إلى 67% نسبة مرضى كورونا في أقسام الإنعاش من بين المرضى عموما، وهذه نسبة مرتفعة جدا تقول السلطات الصحية. رئيس المجلس العلمي وهو الهيئة التي تستشيرها الحكومة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها إبراهيم، جون فرانسوا ديلفريسي، قال قبل قليل إن الموجة التي تضرب فرنسا وأوروبا، هذه الموجة الثانية، ستكون على الأرجح أقوى من الأولى، والانعكاسات على النظام الصحي في فرنسا ستظهر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في أقسام الإنعاش. كثيرون من مواطنينا لا يدركون حجم ما ينتظرنا، قال جون فرانسوا ديلفريسي رئيس المجلس العلمي، الذي أشار أخيرا إلى أن عدد الإصابات المعلن عنه يوميا وهو حوالي 52,000 ليس الرقم الحقيقي. تقديرات المجلس العلمي تقول إن العدد اليومي للمصابين هو حوالي 100,000 إذا احتسبنا الحالات التي لم يتم تشخيصها ولم يخضع أصحابها للفحص، أو الحالات التي لا ترافقها أعراض الإصابة. رئيس الوزراء الفرنسي وأقتبس هنا أنذر بتداعيات صحية أليمة في الأيام المقبلة أمام انتشار الوباء السريع، ماذا كان يقصد بهذه التصريحات؟
نعم، هو يعني أشار إلى أن إجراءات جديدة سيعلن عنها يوم الخميس المقبل، وهو ما كان أعلن عنه ماكرون. أيضا الحكومة بصدد دراسة عدد من السيناريوهات. الأول قد يقضي بتعديل ساعات الحظر الليلي المطبق في 54 مقاطعة فرنسية. هذا الحظر الليلي يبدأ عند 9 مساء ويستمر حتى 6 صباحا. من بين الاقتراحات أن يبدأ الحظر الليلي عند 7 مساء بدلا من 9. وهناك سيناريو آخر يقضي بأنه إلى جانب الحظر الليلي يجب أن يفرض إغلاق كامل في كل فرنسا في يومي العطلة الأسبوعية، أي السبت والأحد. سيناريو آخر يدرس أيضا يقضي بأن يفرض الإغلاق الكامل في مناطق محددة فقط وليس على مستوى فرنسا، لأن كلفته الاقتصادية ستكون كبيرة إذا فرض في كل فرنسا. وسيناريو أخير هو الأقل ترجيحا إبراهيم، يقضي بأن يفرض على المرضى المزمنين والذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما أن يفرض عليهم عدم الخروج من منازلهم، لكن كثيرين كانوا اعترضوا على هذا الاقتراح عندما طرح خلال الموجة الأولى في الربيع الماضي. كان هناك تطبيق للحظر الليلي يبدو أنه لم يجدي نفعا في التقليل من أعداد المصابين، إلى أي مدى كان هناك تداعيات اقتصادية لهذا الحظر الجزء الليلي، وما المتوقع إذا ما تم الذهاب إلى أحد السيناريوهات التي ذكرتها؟ يعني أولا المتوقع إذا ذهبنا إلى أحد هذه السيناريوهات أن يصار إلى يعني أن يؤدي ذلك إلى الحد من الأعداد المتزايدة للإصابات اليومية. بالنسبة للتداعيات الاقتصادية سؤالك في مكانه إبراهيم، لأنه لا أحد في فرنسا يستطيع تحمل التبعات الاقتصادية للإغلاق الكامل. كل يوم إغلاق في الربيع الماضي كان يكلف فرنسا ملياري يورو، كان يكلف الاقتصاد الفرنسي. السياحة الفرنسية كانت تخسر كل شهر من الإغلاق الكامل 11 مليارا. هذه أرقام لا يستطيع أحد تحملها، خصوصا أن الدولة الفرنسية تضخ أموالا طائلة لدعم ما يسمى بنظام البطالة الجزئية، وهو نظام يقضي بأن يواصل الموظفون عملهم من المنزل وأن يدفع لهم تدفع نسبة 84% من راتبهم وهم يعملون من المنزل. هذا النظام الجزئي للبطالة الذي تموله الدولة كلفها على مدى 3 أشهر أكثر من 50 مليار يورو، وهذا مبلغ كبير. يضاف إلى 300 مليار يورو قدمتها الدولة للشركات لكي لا تقوم هذه الشركات بإعلان إفلاسها. قدمت الدولة أيضا أموالا طائلة للمصارف كي تصبر على الشركات التي كانت استدانت من هذه المصارف، أموال طائلة إذا دفعتها الدولة وستدفعها، والإغلاق الكامل سيؤدي إلى مضاعفة حجم هذه الأموال. لذلك يتجنب الجميع الحديث حتى الآن عن إغلاق كامل، لكن الأيام المقبلة خصوصا الخميس المقبل سيشهد إعلانا لمزيد من الإجراءات وفق السيناريوهات التي ذكرتها، وفق اعتمادي أحد هذه السيناريوهات إبراهيم. شكرا حسين قنابر مراسل العربية، كنت معنا مباشرة أو عبر الهاتف من باريس. حكومة بوريس جونسون تدرس تخفيض عدد أيام فترة العزل الذاتي للمخالطين بكورونا وسط تعرضها لاتهامات سياسية وشعبية بالعجز عن السيطرة على وباء كورونا وصياغة سياسات وصفتها المعارضة بالفاشلة والمهدرة للمال العام. ريما مكتبي معها التفاصيل. 12 مليار جنيه استرليني هو المبلغ الذي رصدته الحكومة البريطانية لبرنامج الفحص والتعقب للمصابين بكورونا والمخالطين بهم. البرنامج الذي دافع عنه بوريس جونسون بشراسة لم يكن على قدر المبالغ التي صرفت عليه. في الأسبوع الماضي عجز البرنامج عن تخطي عتبة 60% من ناحية نسبة التواصل مع المصابين، ونتائج الفحوص تستغرق أكثر من 24 ساعة التي كان وعد بها بوريس جونسون.
يأتي هذا في ظل تململ شعبي من كثرة قيود كورونا، حيث أصبحت نسبة الالتزام بفترات الحجر الذاتي ضئيلة جداً، ما حث الحكومة على دراسة تخفيض عدد أيام العزل الذاتي للمخالطين من 14 يوماً لعشرة أو سبعة أيام. الفرق البحثية تدرس الآن ما يمكن أن نفعله بخصوص فترة العزل الذاتي. هذا طبعاً سيكون قراراً يقوده العلماء. كما قلت، نحن نتعلم الكثير عن الفيروس كل يوم، وكلما علمنا أكثر يتمكن العلماء من إعادة تقدير الموقف. حكومة بوريس جونسون في موقف لا تحسد عليه، ما بين ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بأرقام قياسية وبشكل يومي من ناحية، وعدم التزام المواطنين بالقواعد الاحترازية ومحاولة إرضاء الحكومة لهم من ناحية أخرى. من لندن، ريما مكتبي، العربية. وعلى عكس الانتشار الذي يشهد العالم، في ولاية فيكتوريا الأسترالية مرت 24 ساعة دون تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا. هذا يعد تطورا إيجابيا منذ فرض العزل الكامل والصارم قبل 4 أشهر، خصوصا في مدينة ملبورن التي شهدت تفشيا للوباء. هذا وتم إجراء فحص كورونا على 15,000 شخص بالمنطقة، وجاءت كل النتائج سلبية، ما يبعث الأمل في تخفيف العزل على المدينة. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة وأكثر من 160 حالة إصابة بدون أعراض بكورونا في 25 أكتوبر. جاء اكتشاف تلك الحالات بعد أن بدأت مدينة كاشغر بمنطقة شينجيانغ بإجراء اختبارات لنحو 5 ملايين شخص بعد اكتشاف مريض كورونا بدون أعراض في مصنع للملابس. وقالت اللجنة إنه في المجمل بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن نحو 86,000 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند حوالي 4,600. أظهرت دراسة مستقلة أن نسبة الاقتراع المبكر أو عبر البريد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية باتت أعلى مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية. وكشف مشروع الانتخابات الأمريكية، وهو مركز دراسات تابع لجامعة فلوريدا، أنه حتى يوم الأحد كان هناك أكثر من 59 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، مقارنة ب 57 مليونا في العام 2016. بشكل لافت، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جولاته الانتخابية، لا سيما على الولايات الحاسمة. الرئيس بعد فلوريدا توجه إلى أوهايو مجددا، وأيضا زار ويسكنسن وخطب سكانها وطلبهم بالتصويت لهم، وإلا سيغضب منهم. If I don't win this state, I'm going to come back and I'm going to be very angry at you. Epic job growth, groundbreaking therapies, a safe vaccine that quickly ends the pandemic. By the way, with or without it, and we have it. With 10 days left, the choice has never been clearer, the stakes have never been higher. 10 days from now, we're going to win this great state, and we are going to win 4 more years. كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات المسلحة طوقت ناقلة النفط نيف أندروميد في القناة الإنجليزي قرب جزيرة وايت، واحتجزت 7 أفراد يعتقد أنهم متسللون، ولم تتضح بعد نواياهم ولا جنسياتهم. وأضافت الوزارة أن العملية وردت في أعقاب تقارير تفيد بأن متسللين حاولوا اختطاف السفينة، مشيرة إلى أن الطاقم لم يتعرض لأذى.